هذا هو هون كانت القوة، انه وقت اللي ينطوا الولاد تيلعبوا يطلعوا على اعلى جبل وينزلوا، تقوى الطاقة فيك يلي بايد اليسار كمان. وهسا تقوى الطاقة، تقوى عندك الرماية، صرت تعرف بدون ما تأذي، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا بدنا نفتح علم باب أبدان وأديان، ما رح يكون على محطات، لأنه بشكرك رفيق الحريري كان يقول لي أنت بتهد الاقتصاد العالمي بهالعلم. شو هو الاقتصاد يا خيي؟ يا رفيق الطريق قل له، بعت له فاكس قال له سعد. شو يقول له بيو عني؟ هيدا اقتصاد، هيدي حضارة، الحضارة بالحضرة، ترجع تعيش بحياة بسيطة، live simply so that everybody can simply live. يا بيتي ويا بيتاتي ويا مستر لي عويباتي، فيك باكل وفيك بشرب وفيك بمد مش جرياتي. ودائما الانسان يكون عنده بيت وحده، عنده رب وحده. انا بيتي هون، بيتك هون، بيتك هون، بيتك هون، هيك الجار للجار. هلا ما بقى في جار، ما بقى في عيله، بس بالنا بالدرهم والدينار، بالدينار على قار والعمار. بس من الحرب منتعلم. في ناس بنحب صغيره بالبركه، وفي ناس بيشربوا كل المحيط وبعده منه مالح له. فاذا نيال اللي بيشوف ايه، نجمه، لحظة، كلمة، بس لأنه عم نشخر ليل نهار مجبورين نحكي مثلي مثلكم وأنا أكثر منكم. نعم، رح أولع هالشمعة لكل أخوتنا هالمعاقين يلي عم نستخدمهم، لكل هالبرامج يلي عم نقول ساعدونا تنساعد والمال عم بفوت. صرنا منعرف ما تدفعوا لأي وسيلة ولا أي برنامج ولا أي جمعية خيرية. كان في اثنين، واحدة اسمها زاهية سلمان، واحدة اسمها نجلة صاحب، ومن بعدهم أتحدى إذا في حدا عندكم أي جمعية بحكي أنا وياكم بشوف شو عم تعملوا على راسي وقلبي. هالبرنامج لكم شكر. كل الجمعيات اللي شفتهم بدهم يقعدوا قدام بالهم بالمظاهر، ما في شيء ظاهر. نشحب على بناتنا وعصبياننا الصغار ونعملهم كلهم مشفرين ومشفترين، وهيدا اللي عم بيخلي المنطقه الشرقيه اللي الاشرفيه وبيروت خايفين كثير. لكن اذا صار عندنا محجبين شيعه، يا اختي لو سني كان احلى يعني، بس ليك ايش عم بيعملوا يعني؟ الله يسترنا. شو جايبهم لهون يا اختي؟ في ثلاثه. بدنا نرجع الى التوحيد كلنا عيال الله.